ياسين فكان العمر ديالي 10 سنين من صغري ملي كبرت ولات كنعرف بحال هكا كنت بالجوزات كتلعب زوين وحيت انا اصلا دمي احمر ولوني احمر انا ماما حتى انا كندخل داخل واحد الجمعيه حدانا وماما مشات تفرج فيا حيت كيبقاو يقولوا لها الناس بزاف صوروه لينا كيلعب ومشات معايا وملي كنت راجعه دارت هذاك الفيديو وتفاعلوا مع الناس وكاكاش طلع بحال هكا. عندي صفحه في تيك توك كنتكلوح في هذاك الشيء تاع الوصفات ومع العيالات كنشارك الفيديوهات ديالي مع العيالات الوصفات ديال العيالات ديال الشعار ديال الوجه ولكن هذا انا ديما كنصور معاه فيديوهات راه ديجا عندي فيديو قديم مصوراه مركبه وغدا به للمدرسه زعما انا مهبوله مع ولدي غدا معاه في هبالو صافي حيت هو الصغير اخر مسرانه تيكون شويه مفشش وشويه كيديروا معاه الوالدين داكشي اللي ما داروهش مع الاولين كيديروه مع الاخرين هذا ما كان. اليوم مشيت جمعت ليه الوريقات ديالو تواصلوا معايا البارح قالوا لي باش نجيب ليه الوريقات اللي خاصينهم وغدا ان شاء الله الاربعاء غادي ندي ليهم الوراق ديالهم باش الخميس يدخلوه ان شاء الله لبقينا حيين. يعني قالوا كلمه وفاوها الله يجازيهم بالخير. انا كنشكرهم من هذا المنبر كنشكرهم بزاف 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 حيت حقوا لولدي الحلم ديالو وان شاء الله ما نكرهش انا هاد البادره تكون يعني واخا غير مره في العام يهز وليد من ولاد العام غير مره في العام يتهز وليد بحال هادو يعني غتكون باديره زوينه حيت شي لا الا خرجتي للاحياء الشعبيه ولا الا خرجتي للزنقه غتلقى بزاف الوليدات عندهم المهارات ولكن ما لاقينش الجهد باش يدخلوا المدرسه تاع الوداد. دازت عشيه زوينه عيطوا لينا كبروا بينا الله يكبر بهم صيفطوا لينا السيد حتى لهنا للدار دانا عرضوا علينا الغداء في الدخله كاملين تبارك الله وقفوا كيصفقوا ياسين الودادي يعني داروا لي دخله زوينه بحال شي محترف ولا شي لاعب معروف كبروا به بزاف عطاوه التوني يهزوه فرحوا به عطاوه الشرف يقطع الحلوه معاهم ديال 85 عام الله يجازيهم بالخير هذوك الناس يعني الله يجعل لهم في ميزان الحسنات. انا استقبلوني مع الدخله دوك يا ياسين الودادي كلي سال الماتش هزوا لي واحتفلوا بيا وعطاوني التوني وقالوا لي هكا قطع الحلوى حسيت براسي بحال شي لاعب كبير يعجبوني كلهم اكثر كيعجبوني واحد جوج هما الحسوني وجبران انا كنلعب جناح ايسر ولكن انا الحلم ديالي بغا نلعب جناح ايمن. علاش قولي علاش باش تجي ساهل بغات تبروسي كورة ولا شي حاجة حتى عندي ساهلة في السطراج حيت كتلعب باش؟ كوشية القراية الأولى حيت القراية كلشي حيت دابا القراية بحال دابا قرايت وكبرت بحال هكا دابا اللي سافرت لبرا حاسة ضروري يكون قاري باش ندوي معاهم بيها ما عمري مشيت أول مرة غنمشي نهار الجمعة نتفرج. نتوما غتمشي وشنو غادي تمشي دير إن شاء الله فاش تمشي للدونورة شنو غادي دير؟ تنشجع الوداد هما اللي غيسالي الماتش ان شاء الله الا ربحنا غنهبط نتصور مع الحسون جبرح. انا كنشكر كاع الناس شو تقريبا اش غنقول لك راه يمكن 99% كلهم تعاليق ايجابيه كلشي كيدعي معانا كيدعي معايا وكيدعي مع ولدي انا كنشكرهم بزاف بزاف لولا هذوك الناس داك الفيديو ما يتبارطاجاش وهاد المنخرطين ما كانوش غادي يشوفوا ولدي يعني بالجمهور وبالناس باش ولدي شافوه المنخرطين باش ولدي كتاب ليه ان شاء الله غادي يدخل يلعب في مدرسه الوداد ويكبر ان شاء الله وسط النادي الودادي وعلاش لا يولي بحال الحسوني هو كيف ما قال قالك غنولي بحال الحسوني وكثر ان شاء الله